بعتز بالصداقة فريدة، مش صداقة فريدة من ناحيتي، من ناحيته، لأنه هذه الصداقة لينا كلنا للي يحب، مع أبو الزمل. أبو الزمل ده اللي هو شخص الروح القدس. أبو الزمل يعني حد سمع القسيس هو بيبارك في آخر مرة في اجتماع مرة كده وليه؟ نعمة ربنا يسوع المسيح، أيوة، حبة الله، أيوة، شركة، يعني fellowship بالإنجليش، fellowship يعني أنت مش متخيل لو تخيلت وفهمت يعني إيه هو أبو الزمل، حياتك صدقني هتتغير بالكامل. الخوف ملوش مكان طول ما أنا مش شاعر متأكد إن لازق فيا ومسكني هو أبو الزمل. أبو الزمل ده رب يسوع قال خير لكم أن أنطلق. يا عم تنطلق فين؟ ده احنا بنتنشأ على بس يعني ده انت موجود معانا. لا اترككم يتامى، انا مش حاسبكم يتامى، الاب سيرسل ليكم مين؟ المعزي. تعرف يعني ايه المعزي؟ باليوناني باراكليتوس. باراكليتوس بارا يعني الى، اي حاجه الى، اوكي، ليتوس يعني جانب، باراكليتوس الى جانب، من يقف إلى جنبك وإلى جوارك، بمعنى اللي ماشي معاك السكة والطريق. ده أبو الزمل. مع السنين والأيام اتعودت أثق فيه، اتعودت أثق فيه واستريح بين إيدين. هو عنده الكتير جدا، ولما تمشي معاه أول مرة الثالوث يجتمع مع بعضه في الرب يسوع، الرب يسوع الناس واقفة طوابير، واقفة طوابير، في راجل طالع جاي من البرية، جاي من البرية أشعث الشعر كده ومشعر وبيتسلى ياكل جراد، يعني المزة بتاعته جراد وبياكل عسل، غريب الأطوار غريب. لكن الرجل ده جاي نادي ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فالناس كانت بتيجي تعتمد من يوحنا المعمدان تعترف بخطاياها. في يوم من الأيام يوحنا شاف الرب يسوع جاي من بعيد، قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يقول في يوحنا أنه لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني قال لي هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو عارف ان ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم. قال انا اعمدكم بماء، لكن سيأتي بعدي من صار قدامي الذي لست اهلا ان انحني وأحل. ده اللي بيعمله الخادم في أي بيت يهودي. لو أنت ما تعرفش بقرا يوحنا أصحاح 13، ده اللي عمله الرب يسوع في الليلة اللي أسلم فيها. أنا مش مستحق أني أكون أصغر خدام ليه الشرف أن يفك سيور حذائه. وقف يوحنا بيعمد الناس، وأشرق حمل الله، عارف جاي يعمل إيه؟ ماشي في الطابور بتاع الخطاة. واو، ماشي فين؟ في طابور الخطاة. ماشي في طابور الخطاة، ماشي مع الناس اللي جاية تعترفوا بخطاياهم. يوحنا شافه وقال انت جاي تعتمد مني انا؟ ده انا اللي علي ان انا اعمل كده. رب يسوع يقول ايه؟ ائذن، 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 لأنه ينبغي أن يتمم كل بر. يا سلام لما يكون سيد الكون يقول لواحد لخدامه ائذن لي. واو، الله بيحترم سلطانك، الله بيحترم مكانتك،
الله بيحترم ان انت موجود في حتة هو اداك فيها سلطان واداك فيها نعمة. لما اعتمد وخرج من الماء صوت بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وبعد كده لا له اسمعوا ده في جسماني في الجلجوثة، حمامة نازلة واستقر والروح على هيئة ايه؟ حمامة. اللي يعرف الحمام، الحمام كائن حساس جدا 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 جدا، لو قربت جنبه أول ما تقرب جنبه يطير يطير. لا يأمن ليك إلا إذا كنت صاحبه، لا يأمن ليك إلا إذا أكل من إيديك وكنت قريب منه وعايزه أظهرت ليها اهتمام. لكن المنظر اللي موجود قدامي إن الحمامة أتت واستقرت على حمل الله الوديع. الاثنين اجتمعوا مع بعض. وأنا بقول لك النهاردة لو أنت عايز تشوف شخص الروح القدس ده اللي احنا هنحكي عنه أكتر وأكتر وإحنا ماشيين، أنا بصلي النهاردة أقول للرب اديني قلبة عايز يصاحب ويصادق شخص الروح القدس. شخص الروح القدس ده مش قوة، ده مش ألسنة، ده مش تعزية، ده مش شوية دموع. شخص الروح القدس هو الله الساكن فيا وفيك. لا أسمع أمين أحسن من كده شوية عشان يس يس كويس. مزمور 104 اللي هو متاخد منه الشعار للأسيس خالد حطه للسنة دي. مزمور 104 بيقول باركي يا نفسي يهوي، يا يهوى إلهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست، اللابث نورك ثوب، الباسط كالسماوات كالشقة، المسقف على لي بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح إلى آخره. بدك بيحكي على الله كخالق وكصانع عمل إيه؟ يقول في عدد 10 المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري. أنت بتعمل إيه؟ تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها. وكده بيتكلم على الطيور، وكده بيتكلم على المنش انبنبت عشبا للبهائم، ومن وسط ده كله خمر تفرح قلب الإنسان. بيشبع أشجار يهوي أرض لبنان الذي نصبه، حتى الجبال العالية خلاها للوعول عدد 18، الصخور خلاها مساكن ملجأ للوبار. بعد كده صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليل، فيها يدب كل حيوان البحر، الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها. لما تفرج على فيلم كده وتشوف الأسود الصغيرين بيصرخوا والأم طلع عشان تدور على أكل، عارف الجماعة الأشبال الصغيرين دول بيعملوا إيه؟ بيصلوا للرب. مش أنا اللي بقول، مش أنا اللي بقول، ده كلمة الله هي اللي بتقول. تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض، الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا يهوي، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غناك. هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن، لويثان هذا خلقته ليلعب فيه. كلها، كل اللي حكينا ده كلها إياك تترجى، لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود. تمام؟ تمام؟ تنزع أرواحها إلا هيحصل لها تموت وإلى ترابها. في حاجة تانية ممكن تحصل، إيه هي؟ خد بالك من الآية اللي جاية دي، ترسل روحك فتخلق. ترسل روحك فإيه اللي هيحصل؟ فتخلق وتعمل إيه كمان؟ وتجدد
وجه الأرض، يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح يهوي بأعمال الناظر إلى الأرض فتعتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني ليهوي في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بيهوي. هاللويا هاللويا هاللويا. كلمتي ليك الليلة: يخلق من جديد، يخلق من جديد، يخلق من جديد. لما جت الكورونا، لما جت الكورونا ما شفتكمش من وقت الكورونا، مش كده؟ من قبل الكورونا على طول. وانا داخل في المطار، فالاخت اللي على الجوازات بتقول لي: انت اخر مره كنت هون 2019. قلت لها: من وقت كورونا ما جتش. قال لي: ايوه، ما التاريخ اتقسم دلوقتي، ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. لما جات الكورونا كنت حاسس ان الرب عارف بيعمل ايه، بيغلق على الارض كلها، واللي كان جوه روحي هو هذه الآية: حيرسل روحه سيجدد وجه الأرض من تاني. في وسط مكرونة مقفولة أنا وقفت، تنبأت أن الرب آتي بمجد وبسحابة جديدة لم تراها البشرية من بعد، وبالذات في وسط الشباب. الشباب يقولوا لي أمين. بالذات في وسط الشباب أن الرب حيعمل شيء مختلف، حاجة مختلفة جوه القلوب هو جابي. خد بالك أقول لك على شيء عشان تبقى عارفه كويس قوي: منين ما يكون فيه موت اعرف أن فيه حياة آتية بعديها. لسن تاني تقول الكلمة ايه؟ تقول ايه؟ تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت، وإلى ترابها تعود. تمام؟ ايه اللي حصل بعد الموت؟ ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. ترسل روحك تخلق وتجدد وجه الأرض. أنا مش عارف أنت واقف فين، أنا مش عارف أنت جاي منين، أنا مش عارف كنت تتعبان من البلد اللي أنت عايش فيها دي وعايز تطفش على حتة تانية، والجماعة إياهم زي جماعتنا اللي في البتاع عايزين يركبوا على البلد ويركبوا على اللي فيها ويبطلوا ديمقراطية ويبطل أن يكون ليك رأي. وهي ناقصة يا أخي، هي ناقصة، ما احنا مبلوعين أساسا ومتكلين في البلد دي وحالتنا كرب، وحالتك من جوه وبيتك، عيالك، شغلك، عملك، اللي جاي بكرة، إيه اللي بيحصل؟ أنا وإنت تعبانين وحيرانين. ممكن أقول كلمة كمان، معرفش كم واحد هنا واصل لده، وفشلانين، فشلان. أنا جربت، أنا حاولت. وانا بكلمك على الفشل، اسمعني الله يخليك، اسمعني. وانا بلف في اماكن كثيره في العالم، وانا بشوف مؤمنين واخوه كثيرين، اللي انا براه امام عيني، اللي انا براه بامام عيني بقى بيتحول مع الوقت جوايا لقناعه. اصلي ان احنا ما نكونش في هذه الجماعه، بقينا جماعة إن كنا أي طائفة لينا بما فيها، يعني إن كنا إنجليين ولا متعمدين بالروح القدس ولا مش عارف بنعمل إيه، لكن جوه حياتنا، جوه سلوكنا، جوه أمورنا اليومية نحن فاقدي الحياة. الحياة مش موجودة. الحياة احنا ماشيين بقوة الدفع، احنا ماشيين بستره، احنا ماشيين برعايته، احنا ماشيين بمحبته، احنا ماشيين بأمانته، احنا ماشيين لأنه بيلطف علينا ويترأف علينا ويسندنا. لكن كتير مننا الرجاء والأمل والانتظار للأفضل معدوم، مش موجود. وبالذات الناس اللي جربت، بالذات الناس اللي عاشت، بالذات الناس اللي جات قدامه واللي انتظرت واللي صامت واللي صلت واللي حطت الرب واللي حطت بزار واللي عملت كل ما في وسعها، وفي النهاية تابوت ميت، ما عرفش شايلين أربعة وماشيين بيه، ولا وقع من طوله في مكانه وما حدش دريان بيه، محدش واخد باله، محدش حاسس باللي جوايا، محدش يعرف ايه اللي في دخلك، ايه اللي في اعماقك. نفسي اقول لك اليوم، هو ينفع يجي ويخلق من جديد. دخل احدهم، انا عندي بيقولوا لنا، بيقولوا لي ابونا، فقال لي: ابونا اسالك سؤال. قلت له: اتفضل.
فقال لي هو الله لسه بيخلق لغاية دلوقتي؟ فأنا سكت لحظة. تصدق ما حد سألني السؤال ده قبل كده. سألك على حاجة، اعتقادي الشخصي إن الله لا يستطيع أن يكون إلا هو، ولأنه هو الذي هو أهيه الذي أهيه اللي هو يهوي، فهو كائن وقائم ومستمر، ولأنه هو الخالق أنا أعتقد وأؤمن أنه مازال يخلق. وبعد كم يوم وأنا بقرأ الآية اللي جاية، الأسيس قال لي نشوف هنعمل بيها إيه، لقيت إن هو يرسل روحه فيعمل إيه، فيجدد ويخلق وجه الأرض من تاني. يعرف يجدد وجه الأرض من تاني. اللي أنا نفسي فيه، الله يفتح عينيك عليه، خليك معايا، مش هضحك عليك صدقني، اللي أنا نفسي فيه، أنا مش عايز أبيع لك إن إحنا ونتعزى ونقول ترنمتين في الآخر دول اللي هم أنت عارف يروح جايب على الرابع مرة واحدة والدنيا تروح سخنة معاك وتندرلا وتحت الأقدام وفوق المش عارف مين، وتحس كده إن أنت نفضت كل حاجة وهقدر عليه وأكسره وأعمله، وكده تطلع من الباب ده قبل ما توصل الأوضة فوق تكون ضربت خناقة أنت وهي، تلاقي الدنيا راحت مضلمة مرة واحدة، طفت معاك مرة واحدة، مفيش حاجة. حياتي مش ظروفي، حياتي مش اللي أنا بعيش فيها دي من هنا، حياتي هي المسيح جوايا. وده اللي أنا نفسي أنقله لك النهاردة. أنا جاي كل المسافة دي بس هقول لك حاجة، أنا وإنت عايزين نعيش ده، إن المسيح حي فينا، إن المسيح حي في داخلنا، حي في حياتنا، حي في كلماتنا، حي في أفعالنا، حي في نظرتنا للحياة. الناس شم ريحة المسيح فينا في وسط الموت اللي بيعيش فيه العالم والناس، نحن رائحة حياة لحياة، بيقول بولس. رائحة حياة لحياة. طب انا ايه اللي مقعدني في الكرب اللي انا فيه ده؟ ايه اللي مقعدني في التعب اللي انا فيه ده؟ ايه اللي مقعدني؟ مش هسأل كم واحد فينا هنا حاسس ان هو قاعد في قبر، ان كان في شغلك قبر، ان كان في البيت قبر، ان كان حاسس ان انت عايش مع ذكريات مرة، عايش مع اوجاع، عايش مع الم، عايش حاجات ما بتتغيرش معاك. لكن أنا جاي أقول لك النهاردة إن هو بينفع يرجع ويجي يخلق من جديد، يخلق من جديد. في لوقا أصحاح 5 بتقول كلمة الله ان الرب يسوع كان بيوعظ في كل مكان، بس الاماكن الجميله اللي انا بحبها فيه كان يوعظ على البحر دايما، مش فاهم ليه يعني، بس هو كان بيوعظ على البحر. يعني الرب يسوع موجود دلوقتي دايما هتلاقيه في شرم الشيخ، مش عارف ليه بس هيكون هناك، يعني في حيفا، في يافو، في الحته دي يوعظ كتير على البحر. شعجب يا اخي، كان شعجب راح اتنقل قعد في كفر نحوم، ساب الناصره من فوق وخلينا جنب البحر، خلينا جنب الجماعه دول الصيادين. قعد هناك ولوقا وشركاته ابني زبدي عندهم شركة مع بعض، يعني جماعة، وسايبين بقى العيال والحريم دول اللي ماسكين البيزنس. ماسكين ليه؟ البيزنس حضرتك انت. وده النجار اللي حيا الله جاي من الناصر، هو قاعد يوعظ كده، فسأل بطرس، لقاهم واقفين بيغسلوا الشباك، ما في سمكايا يا جدع، سمكايا ترد النفس، سمكايا الليل كله سهرانين ولا سمكايا، بس بيعملوا ايه؟ بنغسل الشباك، غسلنا الشباك واحنا بنغسل الشباك. فالرب قال لي يسوع ممكن استعمل بس المركب بتاعتك تبقى اعلى شويه تكلم فيها للناس. اتفضل حضرتك، اهلا وسهلا، اتفضل، يعني بديك اليوم، اتفضل. ف بطرس عمال يسمع والتلاميذ يسمعوا الرب يسوع بيعلم الناس وبيقول ايه، هم قاعدين. الرب يسوع منين ما كان بيعلم، اسمعوني كويس قوي،
ما كانش بيقول الله بيحبك. ألو؟ ألو؟ حكيش على القصة دي خالص. بيحكي عن حاجة واحدة وده موضوعه الثابت على الدوام. بيحكي عن ملكوت يهوه. إن إسرائيل راجع الرب يكون ملكها من جديد. فالناس بتسمع، احنا مستنين مشيخ 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 طول النهار، عاوزين نسمع ده، عايزين ده اللي هيحررنا، اللي هيخلصنا، اللي هيطعمنا، اللي هيحامي عنا. الرب يسوع بيوعظ عن ده كل الوقت. بطرس واقف، انا بتخيله كده بي، احنا لو لينا ملك مش هنفضل مستعبدين، لو لينا ملك لينا كرامه، بدل ما الأغراب يجي يحتلوا أرضنا ويدوسوا علينا، إحنا لو لينا ملك كده. فجأة الرب يسوع قال له إيه؟ بطرس، أبعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. ربوني يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولما نمس. اسمعني الله يخليك كويس أوي، اسمعني اسمعني، لما الصياد واقف قدام النجار، اسمعني كويس اسمعني كويس اسمعني كويس اسمعني كويس، واضح اللي بيقوله الرب يسوع ملوش اي علاقه بمبادئ الصيد، ما يفهمش فيها. ما واضح من الكلام ما يفهمش فيها. ليه؟ الصيد لابد ان يكون بالليل ما يكونش في النهار. سمعني كويس قوي، لانه السمك لا يرى ليلا، لا يرى، فعشان كده من السهل انه يقع في الشبكه ويجيبوه. الصيد لا يكون في العمق، لكن يكون على أطراف البحيرة، لأنه ده المكان اللي بيروح السمك في الليل علشان فضلات القريبة من الشاطئ يأكلها السمك هناك. فلن تعرف فين نصطاد ولن تعرف إمتى نصطاد، لكن على كلمتك ألق الشبكة. نفسي أقول لك على حاجة، نفسي أقول لك على حاجة، نفسي أقول لك على حاجة. القصة انتهت، الليل طول، واضح ان مفيش ثمر، واضح انه تعبي كله راح على مفيش، انتهى. طلعت الشمس عليا وخلص امبارح، خلص امبارح، بستعد وبغسل يمكن بعد 3 ايام بعد 4 لما نشوف القمر شكله ايه والمد والجزر، يمكن نطلع مره تاني. لكن الان ودلوقتي بعد كل التعب ده تقول لي ادخل مره تاني الى العمق، على كلمتك ألقي الشبكة. اسمعنا الله يخليك، ده تخيلي أنا، ده تخيلي أنا، أنا بحب التصوير وبتخيله في ذهني وفي عقلي. أنا عايز أصور من تحت الكاميرا، أوكي، أنا حجيب جنوب البحيرة، شمال البحيرة، غرب البحيرة، وشرق البحيرة، كاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا من فوق، خلاص؟ الرب يسوع، اسمعنا الله يخليك، الرب يسوع قال ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد، كل سمكة فيك يا بحيرة طبرية وقفت في مكانها، اللي رايحة كده واللي رايحة كده، كلها وقفت في مكانها، بتهز ديلها بس، بتهز ديلها بس، بتهز ديلها، لأن الصوت كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. دي الخليقة اللي أنا كنت بقرأ لك عنها دلوقتي، اللي هو يرسل روحه فيخلقها ويجدد وجه الأرض. الكل سمع الصوت وهو بيقول كده وقف في مكانه. أول ما بطرس قال على كلمتك ما في سمكة فيك يا بحيرة طبرية إلا ولفت واتجاهها واحد بس، ناحية الشبكة. لأن الملك أمرر، اسمعني، ولأن في واحد لي سلطان أطاع. مش هيعمل حاجة غصب عنك، حتى المعجزة مش هيعملها غصب عنك. لازم تكون جوه قلبك هناك اشتياق وانت عايز، لكن تكون مصدق ولو آخر أمل، آخر فتلة. ينفع يخلق من جديد، وينفع أنا وإنت نرجع ونبتدي من جديد. يا عم نبتدي من جديد إيه؟ ده أنا عايز أخلص خلاص، ده أنا عايز ألم الدور وأقفل وانتهى الموضوع، ده القصة خلصت بالنسبة لي، أنا مش عايز أكتر من كده. اللي أنا جاي النهاردة عشان روح الله ينفخه من جواك. لو صدقتني، لو حطيت ثقتك في كلمتي، لو حطيت ثقتك في الوعد اللي بقوله لك، حتى لو الوقت عدى ومض،
حتى لو كل حاجة تسدد من حواليك، ينفع تبتدي من جديد، ينفع تبتدي من جديد. كان في عندنا فريق في مصر زمان اسمه المصريين، حد سمع المصريين؟ هاني شنودة. اوكي، دور عليه على اليوتيوب هتلاقي هاني شنودة المصريين، طلعوا في الثمانينات. كان معاهم شاب جميل اسمه هاني، كان من ولاد ابونا زكريا، بس كان بيكتب اغاني جميله، بس اغانيه كانت دايما من وحي ايمانه، من وحي ايمانه. فكتب اغنيه، الاغنيه ده عنوان الشريط، بسمع الشريط بتاعهم اسمه ابدا من جديد. مهما كان حلمك بعيد ابدا من جديد، حتى لو كان صعب عنيد ابدا من جديد. دي حاجات كتير بين ايديك، الكون اسرار عايشه فيك، والشمس الصبح لما تشرق يعني بتناديك ابدا من جديد، ابدا من جديد، ابدا من جديد. يعود فيخلق وجه الارض من تاني، يعرف يجدد من تاني. انا ما عنديش احلام واشواق انه يجدد معايا حاجات كتيره، لانه في الغالب انا ابتديت العد التنازلي. انا نبيل عطله ابتديت العد التنازلي، انا مرواحي قريب. ليه؟ لان خلاصي اقرب مما كان حين امنت، ومش عايز حاجه في دنيتي، مش عايز حاجه في دنيتي. واللي فاضل ليا غير حاجه واحده بس، ان سنين عمري اللي جايه تكون مثمره فيها، واقف قدامه واقول له انا فعلت ما امرتني اني افعله يا رب. هو ده اللي انا عايزه، بس مش عايز حاجه تاني، مش عايز شيء تاني، مش عايز شيء تاني في الوجود. لكن لغايه لما يجي هذا اليوم، في حاجات كتيره في حياتي الله بيقول لي فيها ابدا من جديد، ابدا من جديد. لو اعتمدت على نفسك هتفشل تاني، اوعى تكرر التجربه. انك ابدا من جديد، انا جاي اشجعك واشجع قلبك انك تعرف انك وانت بين ايديا انا اقدر اعمل فيك وبيك حاجه جديده. إرميا، حد يعرف عمام إرميا؟ النبي الباكي، مشاعر ومشاعر نسائية بصورة بحتة، طول النهار يبكي وطول النهار دموع وما اتجوزش، وحالته بالبلا يعني، حالته تعبانة، وحسيسه بيعبر عنها، وبيعبر عنها بصراحة مع الرب، ويعني كل حاجة. ومرات كتيرة يقول خلاص لا أعود أنطق باسمه، مش هتكلم باسمك تاني، ومش هتنبأ تاني. فيكون جواه كنار، فمش قادر يحتمل، فيبتدي يا أخي أشكرك شكر جزيل في صحتك، شكرا، جايب اتنين أصله، فقلت يمكن واحدة ليه واحدة ليه. العزيز إرميا كل شوية ياخدوه ويرموه في المقطرة ويضربوه، والجماعة بلديات، هو من الكهنة ملوش دعوة بالنبوة خالص، عارفش إيه اللي طلعه، وعيل صغير موجود عمال يتكلم على أمم وعلى ممالك وعلى القضاء وعلى الحكام وعلى الكهنة، ولسع عمال يخبط، فكل شوية عمالين يخبطوا فيه. سوى جواه قال انه العدو آتي من الشمال، العدو جاي. في الزمن اللي كان فيه إرميا كان فيه حبقوق في نفس الوقت، اوكي، وحبقوق كان من نفس الحموة ونفس الحمقى، عمال يقول للرب يا رب انت. الكلدانيين كانوا مشهورين جدا انهم ابشع شعب الارض. لما يخشوا في مكان مفيش فيه حاجة حية تبقى في الوجود، لا شيوخ ولا حوامل ولا رضع، كانوا بيمسكوا الأطفال يضربوا بيهم الصخر، بشعين، بش كانوا بيشقوا بطون الحوامل، كانوا بيحرقوا الأخضر واليابس، كل ما قدامهم كانوا بيشلوه. أمة مقتحمة، الرب بيقول عليها مقتحمة، لا تهاب أحد، صوت خلها لما بيجي بيفزع أمم كتيرة قدامها. حبقوق واقف يقول له يا رب عيناك أطهر من أن تنظر الشر. احنا دايما نستخدم الايه دي، عارف الرب رد عليه قال له ايه؟ العب غيرها، لا عينيا بتشوف الشر،
عناية بتشوف الشر، وأنا اللي مرسل هذا الشر عليكم لأؤدبكم وأرجعكم ليا مرة تاني. إرميا في نفس الوقت هو شايف ده، شايف الشر آتي، فالرب فهمه حاجة، فهمه حاجة، قال له إرميا أنت مش فاهم اللي أنا بعمله، لكن أنا هفهمه لك. أنا هفهمك حاجة في طبيعتي، هفهمك حاجة فيا أنا عشان تدرك أنا مين. قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. إرميا إصحاح 18 لو معاك كتابك المقدس خلينا نفتحه مع بعض. يا رب وهناك أسمعك كلامي. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل يهوي قائلا قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنع. فصار لي كلام يهوي قائلا أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يا بيت إسرائيل؟ يقول يهوي هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فأندم عن الخير الذي قلت إني أحسن إليها به. إرميا مقصدي مقاصد للخير، مقصدي إن اتكلمت على هذه الأمة بالخير بالغرس بالإسمار وإن أنا أكون ملكهم، لم يسمعوا لكلامي، أندم عن الخير اللي اتكلمت به لأني لازم إني أؤدبهم عشان يعرفوا غيرتي عليهم شكلها ايه. واوقات تاني بسبب خطيه امه، بسبب خطيه شعب، المجازاه معروفه، ما يزرعه الانسان اياها يحصد خيرا كان ام شر، لكن هذه الامه ترجع، هذا الشعب يرجع الي، اندم عن الشر اللي انا قلت ان انا هعمله بيهم واحسن اليهم. اللي انا عايز اقوله لك يا ارميا، كالطين بيد الفخاري هكذا انتم بيدي. المعنى هنا اللي بيقوله الرب معنى مخيف وسلبي، بس المعنى اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة خليني أخذ المعنى مش الإيجابي، المعنى اللي في قلب الله أولا. كالطين بيد الفخاري أنت في إيديا، ظروفك اللي عدى بيك، اللي خرب عندك واللي خرب فيك، اللي خرب في حياتك، اللي خرب في جوازك، اللي خرب في علاقاتك، اللي خرب في سنين عمرك، في خدمتك، في your business، في شغلك، في كل اللي فيه. مرة تاني أنا بقول لك، واحد يقول لي الوقت متأخر قوي، واحد يقول لي الفرصة عدت، واحد يقول لي الدنيا انتهت، الرب يقول لك أنا قادر إني أخد كل ده وارجع أصنعه وأشكله من جديد. لو انت مصدق فيا، تصميم الله الصالح، اسمعني من فضلك ليا وليك، تصميم الله الصالح ليا وليك انه الفخاري اخذ الطين حطه فين؟ حطه على الدولاب. الفخاري اخذ الطين وحطه فين؟ بيعمل بيه ايه على الدولاب؟ يبقى في ايه في ذهن الفخاري؟ يس، في صوره في ذهن الفخاري، في حاجة في ذهن الفخاري عايز يطلع منها شوية الطين ده عشان يطلع منه حاجة فلاه. الفخاري عنده صورة ليا وليك. أول شيء لما الرب تكلم على الإنسان تقول كلمة الله عليها في تكوين 1:27-28، فقال إلهيم لنخلق الإنسان على شبهنا، أيوة على صورتنا كشبهنا، ذكرا وأنثى، ونديهم أن هم يتسلطوا
على سمك البحر وعلى 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 وعلى. أنا وإنت مخلوقين على صورته، أنا وإنت مخلوقين مش شبهه. بيقول بولس في أفسس 4 مخلوقين الخليقة الجديدة، الإنسان الجديد، هنتكلم عنه بكرة أو بعده. الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة، ده اللي في المسيح يسوع أعاد مرة تاني إلا الله الآب كان قصده يوم ما خلق آدم وحواء وخلقهم يكونوا حواليه، إنه عكس مجده، عكس صورته، عكس سلطانه عليهم. كانوا عايشين في بيئة محبة. آدم وحواء ما كانش عندهم هوى، آدم وحواء كان عندهم حب الله اللي خارج منه، ده اللي بيملى صدرهم كل الوقت، كل الوقت، كل الحياة، كل اللي بيعملوه إنه منعكاس لصورته ها هنا. خطته ودماغه إنهم يسمروا ويكسروا ويملأوا الأرض ويخضعوها ويتسلطوا عليها. أقولهم لك مرة كمان، يسمروا ويكسروا ويتسلطوا على الأرض ويخضعوها. ده قلب الله، ده قلب الله، ده قلب الله. ما تغيرش، ما تغيرش، ما تغيرش، ما تغيرش. حصل الفيضان وحصل الطوفان ليه الطوفان؟ تقول كلمة الله في تكوين صح 6 آية صعبة أوي. تقول إن الله نظر وإذا الإنسان قد فسد فندم الله أنه صنع الإنسان. ندم لأنه تصورات قلبه شريرة منذ حدثته، من ساعة ما افتكر أن يكون زي إبليس. أنا القصة كلها الاستقلال، القصة كلها فتصيران كالله. ممكن أشتم؟ مش هتزعلوا مني مش كده؟ ما إحنا كالله يا حمار، سوري يعني، إحنا كالله، هو خلقنا على صورته، هو ما فيش شيء جديد، ما فيش شيء جديد. لا ده هو عارف، ده هو عارف. يوم تأكلان من هذه الشجرة، عشان كده مداري عليك، هو مخاب، بخاف منكو، خاف منكو، خاف منكو لحسن تعرف. أصحاح 2 يقول لك إيه؟ لما الله خلق كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شجرة في الجنة، كل حاجة خلقها، إذ هي حسنة جدا. نظرت حواء إلى الشجرة فوجدت أنها شهية للنظر وبهية للأكل. حد يقول الله يخليكوا إيه الجديد؟ رد عليه إيه الجديد؟ في جديد في الحدوتة؟ ما كل اللي هو خلقه شاهل النظر وبهجة للعيون ويفرح القلب، ده اللي حطه جوه. شمعنا اللحظة دي كأنه إبليس بيلمع حاجة عشان نغلى. اللي بيعمله إبليس إنه نفخ من هذا الروح، كما خدعت الحية حواء عن البساطة التي إيه هي البساطة اللي في المسيح؟ السكة العدلة، السكة القصيرة، إن السكة اللي قال الله هو الحق وهو الحقيقة اتخدع. اللي بيقول الله مش كل الحقيقة، مش كل الحقيقة، فمدت وأكلت وسقطت. الهدف اللي عند الله إيه اللي أفسده وإيه اللي بيفسد أهداف الله في حياتنا؟ باختصار خطيتنا، إن أنا بصدق في العيان، إن أنا بصدق في شيء أكتر مما أصدق فيه هو، إن أنا بصدق في ظروفي، إن أنا بصدق في الواقع، إن أنا بصدق في المجتمع، إن أنا بصدق في الأخبار، إن أنا بصدق في الإعلام، أنا بصدق في مين وشمال بيقول لي، وأدي نفسي ووداني للشرير بقع. وساعتها أقول الله ده أنا زعلان منك واخد على خاطري، وليه عملت كده معايا، وليه سويت كده معايا. أنت بصيت فين؟ أنت اديت ودانك لمين؟ في حاجة فسدت. ممكن أقول لك على شيء يسترع انتباهك في القصة بتاعت إرمية دي. في عبارة أنا وقفتني في يوم من الأيام كنت بدور حوالين نفسي، تقول الكلمة إيه؟ ففسد الوعاء بيد الفخاري. What؟ فسد الوعاء فين؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي يعني؟ تيجي إزاي يعني إن هو بيشكل في حياة حد وفجأة الوعاء فسد؟ أمال فين الله القدير؟
أمال فين الله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر؟ أمال فين كلي القدرة؟ مين هو ده اللي شايل الكون بكل ما فيه؟ الطين يفسد بين إيديه؟ إزاي؟ 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 الطين بيفسد، ممكن يفسد حتى هو بين إيديه. عارف ليه؟ رغبة الله ليا وليك جوه قلبه إنه عايز ليا أفضل خير، وعنده خطة من البداية ليا وليك. محدش فينا جاي على الأرض صدفة. قلت لكم الحكاية دي قبل كده، أوكي؟ مفيش حد صلفة ومفيش حد غلطة. غلطة بالنسبة لك أنت، بالنسبة لبابا وماما، بالنسبة لله أنت خارج منه وجاي بلت إن جواك، جاي بمقصد من عند الله أنك تعيشها هنا على الأرض. ده اللي بتعلموني كلمة الله. أفسس 2:10 بتقولي كلمة الله، لأننا نحن عمله، أيوة، مخلوقين في المسيح يسوع. لإيه؟ لوجع القلب والمرار والإيمان اللي يوم فوق ويومين تحت، وللمشاكل والخلاف، ولأننا طيبين ولأننا حلوين ولأننا ماشيين جنب الحيط، بنتهان وبنتعور وبيداس علينا ومظلومين. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله، أيوة، فأعدها لكي. مش كلنا بنسلك فيها، بس بحاول أجيب لك الكاميرا عليه. هو في قلبه إيه؟ هو في قلبه إيه؟ لكن أنا وإنت بنختار. ليه؟ لأن الطين اللي بيحكي عنه إرميا ده مش طين بس عجين، هذا الطين ليه إرادة، وهو بيحترم إرادتي وإرادتك جدا 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 جدا. لو لم يحترم الله إرادتنا ما كانش قال لآدم وحواء من البداية ليكم حرية مطلقة تعملوا كل حاجة، ما تاكلش من الشجرة دي. مش لأن أنا واقف لك على الوحدة، مش لأن أنا عايز أضايقك، مش أنا عايز أطلع عينك، عايز أفكرك بحاجة واحدة بس. أنا عارف الخطر اللي موجود ورا الأكل من الشجرة دي، مش كده؟ أنا بحبك وعايز أحميك. صدق فيا ما تاكلش، صدق فيا ما تاكلش، صدق فيا، صدق فيا. كلنا عاملين زي الطين بيدين الفخاري. صدقني صدقني صدقني. كم واحد حاسس بالدولاب بيلف بيه من الصبح لليل؟ الدولاب واخدك 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 واخدك. اسمحي لي، حد راح شاف فخاري قبل كده؟ يا الكبار مننا بس مش الصغيرين، اوكي. عامل فخاري، رب استرها علينا، عامل فخاري. الدولاب ده عباره عن عمود كده، حديد نحاس ماده من المواد، اوكي، وعليه من فوق هنا دولاب، او عندنا بالمصري بنقول صينيه، صينيه كده محطوطه برضو من نفس النوع الحديد، ومن تحت في دايره حديد تاني بيحطوا رجليه عليها، خلاص. فدلوقتي بالكهرباء يلف رجله عليها، فالدولاب يفضل ايه؟ يلف. فهو من رجليه بيلف الدولاب من تحت ومن فوق ومن فوق، اوكي. ايديه على الطين، ايديه مالها على الطين، خلاص. ويفضل الدولاب يلف يلف يلف، لو عايز يشكل ويلف قوي الحته معينه في الدولاب تلاقي السرعه مالها زادت 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 زادت، فانت تفضل تلف 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 تلف. وبالذات يا سلام لو كان عايز يطلعك لفوق، فيروح حاطط ايده كابسها عليك ودايس لفوق، وانت تحس ان انت هتتخنق خلاص، مش مستعمل اكتر من كده تاني، وانت مش مدرك ان في ايدين مالها مسكاك على الدولاب، مسكاك على الدولاب، وكده يرفع ايديه من عليك شويه، وانت تحس بانه حط ايده في شويه ميه، تحس كده ان انت اتعزيت، جيت مؤتمر اتعزيت. الله الله الله، ميه جميله، حاجه تفرح القلب كده. يا اخي في امل، اكيد في رجاء، اكيد الرب صادق، اكيد الرب صالح، اكيد اكيد. وكده تنزل للعالم اللي انت جاي منه، تتحط عليك الايد من تاني، وهي بتشكل فيك من جديد.
هو بيعمل ده، بينقي الحصى الصغير، بيمد ايده وينقي شعر ولا تبن ولا في حاجه، في وساخه معطله ان ايده تمشي عشان تشكل الحته دي. خد بالك، خد بالك، هو مش بيشكلك بالصوره اللي انت عايزها. كلنا عايزين نتشكل بالصوره اللي احنا عايزينها. وعايز جوزي، جوزي بلاش جوزي، خلينا في مراتي دلوقتي، يتغير على الصوره اللي انا عايزاها. يا رب من فضلك اعمل فيه وسوي فيه. الله يخليك كده، هتقولي شويه يمين وشويه شمال وارفعه كده وخليه حنين وخليه حلو وخليه وخليها ده. لا احنا بنصلي اساسا، ما بنصليش القصص دي، خلاص خلصنا، بطلنا صلوات فيها، والموضوع بقى يأسان ومرمي، وعايشين اهو بالنعمه الحمد لله، نشكر ربنا وربنا يكملها معانا، بس عشان الفضايح وعشان العيب وعشان العيال وعشان الاولاد، حاجات كتير حاجات كتير حاجات كتير. خلي بقول لك ايه، ما خليش اتكلم، خليش احكي، ما تفجرنيش من جوه، الله يخليك، خلينا ساكتين. عم بس تيجي في التسبيح، أحبك ترللي أحبك تملي، من ضمن الحاجات اللي أنا عايزها في الكام سنة اللي فاضلين لي، لو كان فاضل لي كام سنة، إن أكون حقيقي. حي احنا شويه انيه بيشكل فيها، بس عايزك تكون حقيقي. لا تكسف، لا تتكسف ولا تخجل ولا ترسم صوره من بره. ما هي صورتك شكلك وكيانك. الله مش بيستخدم أواني براقة ولميع، الله على الدوام بيستخدم أواني نقية لكن سهلة الكسر. حد يعرف يعمل اللي أنا عملته ده؟ تنسهوش الله خير. ده أنا بهيلماني، بمكانتي، بوظيفتي، بشغلي، بتاريخي، بسنيني، مرة كنا في كندا، وأنا في كندا كنت بشتغل، مش متفرغ يعني، مش عسيس، مراتي بتشتغل، فكنا دابين خناقة عادي يعني، دب خناقة ده. دبينا خناقة بالليل، صحينا الصبح، كويس إن أنا بنزل قبليها، فأخدت بعض ومشيت، ربنا معاها ومعانا كلنا. وأعرف غربة، أعرف حياة، ومبارح كنت محترم ومبارعة كنيسة فيها 500 واحد، النهاردة عمالة أركب الصبح مواصلة الساعة 5 ومواصلة تانية ومواصلة تالتة عشان أقف، وأفضل مش عارف أشتغل في حسابات وفي ورق وأشتغل مش عارف إيه، وأرجع آخر الليل في الضلمة ومعيش حاجة، وبلد برد وتلج وحاجة غلب يعني، مفيش بعد كده. كل ده مشاعر جواك، كل ده مكوناتك من جوه. وجيت بقى أول مرة كنت أنا ومنال نعيش مع بعض وإحنا متجوزين، أول مرة بعد 4 سنين. في مصر كنا اتجوزنا وخلفنا، بس انا كنت عايش في مكان بخدم في الكنيسه، وهي كانت شغاله مع المعونه الامريكيه في البلد الكبيره اللي هي موجوده فيها، فما ينفعش احنا وانت نتلاقى دايما في الويك اند، نتلاقى في مناسبات يعني. بعد كده هاجرنا مع بعض فعشنا سوا. الله ممكن يستخدمك بمزاجك المعكنن، يستخدمك وانت متخانق وانت كفران وانت تعبان، ينفع يعمل كده لو فهمت هو مين وانت مين، لو فهمت ان هو القدير، وينفع يستخدم آنية تعبانة وسهلة الكسر، ممكن يظهر مجده من يسوع. لنا هذا الكنز في أواني
لا لا مش عايزك من هنا ورايح تقول خزفية وبس. تعمل ايه؟ اواني مالها؟ خزفية سهلة الكسر، سهلة الكسر. وانا في الشغل الاسيس بتاع كنيستنا اتصل بيا وقال لي نبيل لو سمحت فلان الفلاني ده كان حد عندنا في الكنيسة كان بيسوق باص، دي شغلته بيسوق باص، وعنده مش عارف ايه طالع له، ما اعرفش نوع المرض، ما فهمش في الحاجات دي كتير قوي، ما بيقدرش يحط صوابعه على الارض، ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يمشي، الم مستمر، فالراجل مهدد حتى شغله يروح يعني، وبقى له اسبوع في البيت. يسوع البر، ممكن تعدي عليهم تصلي لهم؟ حاضر. الو الو، كان في اللانش تايم بتاعها. الو الو، بقول لك يا منال، احنا الاسيس ناجي يتكلم وقال كذا كذا كذا، هنعدي على فلان عشان نصلي لهم، ينفع تيجي معايا لو انت عايز؟ هو الاسيس قال لي بقى كويس لو رحت انت ومنال، تحب تيجي؟ يعني انت مش عايز ناجي؟ خرب بيت صحابي يا رب، اليوم تحب تيجي ولا ما تجيش؟ تحب؟ انا هعدي، هعدي عليك بعد ما تخلصي الشغل توصلي للبيت، البيت انا هعدي اخدك ونروح. اوكي طخ طخ، خلاص ما احنا ما صفناش الموضوع اصلا، وهم اخواتنا ما يرتاحوش غير لما يصفوا الموضوع، احنا ممكن نقعد عليه سنتين والحياه تمشي يعني، الدنيا ماشيه مفيش مشاكل يعني، ما كبري دماغي خلاص ما خلصنا. لا لا، دلوقتي دلوقتي قبل ما ننام، دلوقتي قبل ما ننام. انا ياما سمعت بالليل طلقني، عارف انت لو اهتديتي بالله كده ونمتي دلوقتي صدقيني اول حاجه بكره الصبح هعملها اطلعك، بس ننام ننام. مش متخيل انت طبعا اسيس في وشك بيقول لك كده، بس هو ده، معلش كلنا بيحصل فينا كده. رحنا انا وهي، عديت عليها ركبت العربيه خلاص، بعد ما ركبت العربيه انا علقت تعليق ما كانش مفروض اعلقه، يعني التعليق مش لطيف قوي، حاجه عرفش عملت ايه في الباب، قفلت ايه او مش فاكر بالظبط ايه، فبرين الزنبلك راح شغال والاسطوانه راحت جايبه من تاني، طخ تيخ طخ تيخ طخ 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 تيخ طخ 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 طخ، وكده تسكت مفيش تيخ. ما انت كده، ما انت سلبي، ما انت ما بتحسش اصلا. كلنا عارفين الكلمات دي مش كده، تروح رادد من الناحيه الثانيه. وبعد اكتشفت ان احنا زمان كانش في جي بي اس، كنا حافظين الشوارع، ان احنا وصلنا قدام البيت اللي احنا رايحين نصلي له. انت لو مكاني تصلي؟ انت لو مكاني تاخد معايا البني ادمه اللي قاعده جنبك دي تروح تصلي؟ رد عليا. لكن انا وهي عندنا ايمان في الاله القدير اللي بيستخدمنا، انه بيستخدم اواني ضعيفه وعارف ضعفنا. انا وهي بس حطينا ايدينا في ايدين بعض، طبعا عشان احط ايديا ده عملت اللي عشان بس امسك الايد كده. طيب احنا جايين نتحد احنا الاثنين في حاجه واحده قدامنا، في حاجات تانية مش متفقين فيها خالص ولا متحدين، بس دي احنا متحدين فيها، ان انا جايين نصلي لاخ فلان، وانا بصلي النهاردة ان وجودنا في بيتهم يكون سبب فرح وسبب شفاء حقيقي ليهم. انا ومنال هنسمح لك وسط ضعفنا انك تظهر وريحتك تبان ليهم. دخلنا ازيكم عاملين ايه بتاع مش عارف ايه، طيب نعمل لكم بتاع، مدام كان بتعيط، وهو يعني الموضوع خطر الحقيقة. فأنا ومنال نزلنا إحنا الاثنين، هي مسكت رجل وأنا مسكت رجل، صليت صلاة بسيطة جدا 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 وانطهرت المرض اللي في هذا الأخ. وأنا بصلي له أنا شايف الدموع نازلة من عينه، فبقول له مالك؟ قال لي في سخونة في رجلي، سخونة شديدة جدا. شلت إيديها وإيديا، تطف خطي خطة مفيش أي ألم موجود في رجلي، ومراته تهلل وتبكي وتهلل وتضحك وتبكي وتهلل وتبكي، طب خليكم نعشيكم خليكم مش عارف يعملوا معانا، لا لا معلش احنا يلا طبعا قدام الناس حبيبتي حبيبتي شكرا مش معقول جميل حاجه، لا ميرسي خلاص ما تعبناش وبتاع كتر خيركم، يلا حبيبي يلا بابا يلا هاني ابا يلا خلاص. رحنا على العربيه قفلنا العربيه، بعد ما قفلنا العربيه اشكرك يا رب اشكرك اشكرك، بعديها بدقيقه
تفتكروا عملنا ايه؟ رجعنا الخناقة من اول وجدي. ايه اللي انا عايز اقوله لك؟ الخناقة مش نهاية الحياة، خلافي مع شريك حياتي مش نهاية الحياة، مش ان انا عايش في محضره فانا اعبدك يا ربي يسوع فلا في اختلاف، وهذا الاختلاف اختلاف صحي واختلاف مطلوب واختلاف الانسان الحديد بالحديد يحدد والانسان يحدد وجه صاحبه. وإن كان الفخاري واخدني بين إيديه وأوقات كتيرة بيضغط على حياتي، أوقات كتيرة بالألم أنا بتعلم. عبرانيين 5:8 بتقول كلمة الله ومع كونه ابنا تعلم الطاعة بإيه؟ مما تألم به. عايز تتعلم؟ عايز تتعلم؟ مفيش تعليم من غير ألم. بص للنتيجة اللي بعد كده، ما تبصش للألم، عينيك على الألم هيفشلك، عينيك على الألم هيحطمك، عينيك على الألم هتحس إن كل الناس هم أعدائك. في الوقت اللي ربنا قادر يستخدم فيه اللي انت شايفهم أعدائك إن هم دول أدواته اللي بيشكل بيهم حياتك. فسد الوعاء بيد الفخاري، لكن في أمل وفي رجاء، في خبر طيب النهاردة. عارف إيه؟ فعاد وعمله. كلمة هنا في سلبية، وعاء آخر ممكن يكون كان قصده للمجد لكن بعد كده عمله للهوان، لكن لازم أقول عمله وعاء آخر رغم أنه في كما حسن في عيني الفخاري أن يصنع. أنا مصدق في سلطان الله، أنا مصدق في قدرة الله، أنا مصدق أنه لسه بيخلق من العدم، أنا مصدق أنه لسه بيخلق من جديد، أنا مصدق أنه لسه صانع آيات وعجائب، أنا مصدق أنه هذا الإله قادر أنه يصنع شيء جديد، يصنع شيء جديد، يصنع شيء جديد. من 97 ل 2001 حطني على الدولاب ورفعش ايده من عليا. عايز اقول لك في وسط كل دول ولا نقطه ميه، ولا نقطه ميه. اتنين كنت بكرههم كره العمى في حياتي، منال مراتي وصديق اخر كان موجود معانا. كل ما اقول فشلت، كل ما أقول مش مكمل، كل ما أقول إن أنا مش عايز أمشي السكة والطريق ده، يجيبوني هما الاثنين طيبوا خاطري، يسندوني، فكروني بمواعيد الله، فكروني بعمل ربنا، فكروني إن أنا حد ممكن يجي منه، إن إحنا هانت أصبر وربنا هيغير الأحوال. وأكمل وأنا مضطر، وأكمل وأنا مضطر، وأكمل وأنا مضطر، وأكمل وأنا مضطر. خدنا أولادنا وسافرنا كندا، كان أول مرة ناخدهم بعد زمن طويل. نزلنا المطار، عديلي مستنينا، أخو منال مستنينا وحد تاني، فأخدوا كل الأولاد وشيلنا، إحنا كتير، إحنا ستة يعني. وأنا روحت عشان مأجر فان حجزه، فعديلي أخدني معايا عشان نروح ناخد الفان. فسألني إزاي فلان؟ فلان ده حد من البلد اللي أنا عايش فيها وكان شيخ للكنيسة. عدد القضايا اللي رفعها عليا 13 قضية واحدة ورا التانية. فقال لي إزاي فلان؟ قلت له لسه رافع علينا قضية حالا قبل ما آجي عليك. واقفين في إشارة، هو باصص الناحية التانية، قال اشكر ربنا علشانه، لأن ربنا عينه أن يكون موجود في حياتك. أسخف تعبير أنا سمعته في عمري.
ده أشكر ربنا عليه. ده أنا طول النهار صلواتي أنت إله مجازاة، وأنت القاضي العادل الجالس على العرش، وأنت لا تنسى صراخ المساكين، ويعني مش عايز أقول، وأنت تضرب الشرير على الفك وتكسر أسنان الأشرار. كل الآيات اللي أنا حافظها اللي بيها ده عدو الخدمة وعدو ربنا وعدو كل حاجة في الدنيا. بس سكت ورحت خدت العربية ما ردتش عليه. وأنا في كندا ربنا حصرني وقال لي حاجات كتيرة مش هتتغير غير لما تبتدي تشكر على الناس اللي أنا جبت من خلالهم الضيق في حياتك. عايزك تفتكر في حاجة واحدة بس، أنت مش بتحارب إبليس، أنا الإله اللي واقف وراك، واقف ورا ظروف حياتك. لو أنت فاكر أن أنا الإله بس اللي مكتوب عني يفتح وليس، فاكر أنتوا عارفين يفتح وليس، هو بيعمل حاجة كمان، يغلق وليس أحد يفتح. ولما يقفل، لما تكون أنت مين، لما تكون أنت ولا قوة في الوجود، هو قفل الباب، اتقفل الباب. ورب يقول أنا حفتح عينيك وتفهم فين البيبان اللي أنا قفلتها واستخدمت دولة اللي أنت بتشتكي عليهم قدامي. من هنا ورايح اشكرني لأن أنا استخدمتهم في حياتي. واو 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 واو. اه حملة وانزاح، زلطة كبيرة كانت واقفة في تشكيلي، والرب مد ايده شالها ونزحها لما انا جيت بطوعية وقلت له انا مصدق انك تشيلها وانك تخرجها من حياتي، انا جاي اسلم بين ايديك، انا جاي اشكرك عليك. دلوقتي انا شايفك انت اللي مالي المشهد، دلوقتي انا شايفك انت بس جالس على العرش وحي وكل شيء خاضع تحت رجليك، بما فيهم اعدائي، بما فيهم دول اللي على الكراسي، بما فيهم اللي وقفوا واللي قالوا واللي عملوا واللي قصدوا بيا شر. أنا بشكرك لأنك أنا دلوقتي مصدق أنك أنت الوحيد اللي تحول اللعنة إلى بركة، أنت الوحيد اللي ينفع تاخد الرماد تخلقه من جديد وتصنع منه جمال. ينفع تعمل ده، ينفع تعمل ده، ينفع تعمل ده، ينفع تعمل ده، ينفع تعمل ده. وانت بتربي ولادك اتكلم عليهم بالحياة دايما، هيطلعوا عينك، لا عينك ايه، هيطلعوا لمغزة، بلاش عينك، اكتر من عينك بكتير، هيمشوك حوالين نفسك، هتشوف قدام عينيك يعني، وتحس بالفشل وان انت اب فاشل وان انت ام فاشلة، وانه ايه يا رب اللي عملناه في حياتنا غلط عشان الولاد يطلعوا كده، وعشان البنت تفكر كده، وعشان الواد يمشي كده، وعشان العالم يا عزيزي ان لم يقل لك احد من قبل قد وضع في الشرير. وأنا وإنت محتاجين نيجي ونصدق حاجة واحدة بس، إن كلمته بتقول نسل الصديق للبركة، نسل الصديق ينجو، نسل الصديق يفضل للبركة. الرب قال نسل الصديق يفضل للبركة، الرب قال نسل الصديق يفضل للبركة. شفت أنا ومنال في حياتنا ما في حد من ولادنا الأربعة إلا كل واحد على راسه، واللي عمل يمين واللي عمل شمال واللي طاله، تعلمنا الدرس من سنين مش هنتكلم غير بالبركة، ومش هنشوفهم غير بالبركة، ومش هنقول غير اللي بيقوله الرب، ارسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض من تاني. انت ينفع تعمل ده يا رب، ينفع تعمل ده من جديد، ينفع تعمل ده من تاني، ينفع تعمل ده من تاني. ياللي انت حاسس بالموت، ياللي شامم ريحة الموت، ياللي ريحة الموت شع حواليك من كل حاجة موجودة في حياتك، أنا عندي خبر النهاردة جاي أقولهولك من تاني. ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. ترسل روحك، ترسل روحك، الاكتئاب ينزع من بين قلوبنا. يا جماعة ده احنا في عصر، مش عايز أقولك، مش عايز أقولك، مش عايز أقولك، مش عايز أقول، لا أنا بكره أروح كندا وأمريكا، كل مرة أقول لهم مش عايزينك، مش عايزك هنا تاني، مش عايزك هنا تاني، من كتر ما كل شيء بقى عادي ومعتاد جدا، جدا. ما في حد من عيال المؤمنين وغير المؤمنين غير ما بيروح لدكتور نفسي وسايكك وبياخد دواء. الكل جاني بانيك أتاك، I have an anxiety، قلق يعني، وعندي خوف وهلع، وعندي 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 وعندي
طب في حق، لا 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 انت مش فاهم، اصل ده كيميكالز، ده اسمه ايه؟ كيميكالز. المخ بيفرز فلا بتاع، فبيهدي بيعمل، تشوف مآسي موجودة قصادك، تشوف انه الاله القادر على كل شيء مختفي من الصورة، العقلنة واخدة كل شيء، تقدرش تحاور مع حد، تقدرش تكلم حد. عشان نفسي النهاردة اقول لك من تاني، انا لسه مصدق في هذا الاله القديم الايام، الاله القديم ملجأ والازرع الابدية من تحت، اللي يعرف يشيل، اللي يعرف يخلق، اللي يعرف يصنع من تاني بقدرته وبقوته. ينفع يعمل معايا حاجة جديدة؟ ينفع يعمل معايا حاجة جديدة؟ اوعى تستخدم الله عشان تحقق التارجت. حلو اللي انت بتقوله ده، جميل قوي اللي انت بتقوله ده، انا عايز خلاص اعمل ايه عشان يحقق لي اللي انا نفسي فيه. انا مش جاي اقول لك انك تحقق اللي انت نفسك فيه، انا جاي اقول لك النهارده قول له ايه اللي انت نفسك فيه، الصوره اللي في ذهنك وعايز تطبعها في حياتي. عاده وعامله كما حسنا، كما حسنا فعني الفخاري. سامحوني بس لان انا صريح ولساني طويل، تقريبا نص الترانيم اللي بتترنم في كنايسنا انا ما برنمهاش، لانها لا تعنيني، لانه في اللحظه وفي الموقف اللي انا موجود فيه هذه الترنيمه ما بتعبرش عني، تعبرش عني. مع احترامي لكل الترانيم اللي مش عايز اذكر لك واحده عشان مش بالاسم اخبط في حد، ما بتعبرش عن بالذات اللي هي فيها حاجات كبيره دي، وحطيت وبعت وسبت وانت الوحيد وعلشانك وانا ذبيحه وعند رجليك و ريلي تتكلم جد؟ لو بالمعنى اللي بيتقال ده انا حد مختلف، لو المعنى اللي بيتقال ده انا شخص مؤثر جدا، لو انا بالمعنى اللي يتقال ده لا شك ان حياتي ليها معنى وقيمه ومؤثره في حياه ناس كتيره حواليا، ومش محتاج ارنمها. تصدق مش محتاج اصلا ارنمها، مش محتاج اقولها، لكن محتاج بقلب صادق ان اجي قدام الرب واقول له ينفع تحطيني على الدولاب من تاني، وينفع تديني إرادة، لأن أنا عندي رغبة بس ما عنديش إرادة. حد معايا مرة كتيرة ما عندوش إرادة؟ مش قادر. أنا مش قادر، اليأس مليني، الفشل محبطني، في حاجة مكلبساني، في شريط ذكريات بيجيبهولي الشرير كل شوية بعد ما الدنيا تكون حلوة وجميلة ورائعة، إيه من تاني، وافتكر الأسى والألم والفقدان وفي الخسارة واللي راح واللي كان. وإحنا ما بنبطلش كلام يا جماعة، إحنا معنا ما بنبطلش كلام. في خدمة جميلة ليا قوي على اليوتيوب بشوفوها اسمها فضيلة الصمت، فضيلة ليه؟ فضيلة، فضيلة غايبة في عالمنا ده. لو ما عندكش حاجة كويسة، تتكلمش. وعندك حاجة مش كويسة روح قولها له هو. روح ايه؟ قولها له. ما لو أبو الزمل أقول له كل حاجة، ما هو عارف كل حاجة. أغلب صلواتي بعيون مفتوحة، أغلب صلواتي وأنا بتمشى وهو بيتمشى معايا، أغلب صلواتي كأني بحكي مع حد أنا شايفه وحاسس بيه وبستنى يرد عليا وبيرد عليا، وبقول له عن كل مشاعر اللي أنا حاسس بيها بالظبط. من مراتي للخدام لابني لبتي لصراعاتي لشهواتي لحروبي لأموري الداخلية الذي لا يعلمها أحد من الناس، ولكني لا أخجل إني أحكي فيها معه. هو مش هخبي عليه حاجة لأنه عارفني وعاجني وخبزني وعارف كل حاجة فيها،
مسلكي ومربضي زريت، وكل طرقي عرفت، فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. فهمني وفهم فكري وهو بعيد، أو فكري بعيد لسه ما جاليش، هو عارف كل حاجة عني. ينفع أن أنا أجيله زي ما أنا، زي ما أنا، زي ما أنا. الخلق الجديد ده بيحصل إزاي في حياتنا؟ بيحصل إزاي في حياتنا؟ بكرة هقول لك بالتفصيل، بكرة هقول لك بالتفصيل إن أكبر نعمة في حياتي وحياتك إنك تموت. حد يقول لي أمين؟ بكرة أتكلم بالتفصيل، ما أحرقش اللي هقوله لك بكرة، ما أحرقش اللي هقوله لك بكرة. بس الرب يسوع قال إن إحنا نعمل ده، تعمله كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل يوم. لو نبيل مات هو يحيى فيا، هو يحيى فيا، هو يحيى فيا. نرجع للصورة مرة كمان، أنا خلاص خدت أدي. لا لسه ما فيش، احنا لسه هنبتدي الحمد لله. الصورة ومين اللي مسؤول عن تكوين الصورة؟ اسمعني كويس من فضلك، اسمعني كويس. الصورة كم واحد حافظ رمية 8:28؟ حد هنا مدارس لحد؟ بس أسيس ما تتكلمش. عنوان رمية 8:28: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. أيوة، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فدعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. ليه؟ ليكونوا إخوة، كونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوك، من نفس الطبعة، من اللي بيعمله الروح القدس. نحن نعلم كل الأشياء بما فيها ظروف الحلوة وظروف الوحشة، والناس اللي قصادي، والاقتصاد، والمشروع اللي خسر، والواد اللي طار، كله 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 يعمل في كل شيء معا لإيه؟ يعرف يحوله لإيه؟ للخير. لمين؟ مش لأي حد، للذين يحبون الله. من هم أولئك الذين يحبون الله؟ إن كان أحد يحبني يحفظ وصاياي، كان حد بيحبني يسمع كلامي، كان حد يحبني يطعني في اللي أنا بقوله عليه، يصدقني، يصدق وجهة نظري، يصدق اقتراحي اللي أنا بقوله له، يقوله أنا ماشي ورا. هم دول اللي بيحبوني، دول مدعوون حسب قصدي، ليكون مشابهين صورة. مرة تاني الروح القدس شغال فينا عشان يخلينا على هذه الصورة، صورة ابنه، بكرا بين إخوة. من نفس الطبعة، 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 بيشتغل فيك عشان أنا وإنت نكون من نفس الطبعة. بقولك يكلمني في حاجة عملية، الله يخليك، عشان أنا مزنوق ومستلف وعندي حاجات عايز أدفعها قريب، يعني كلمني في حاجة. خلصنا بقى، كلمني. لو أنت افتكرت أن كل بقوله لك ده مش عملي، ملوش مطابق لحياتك، في حاجة هنا محتاجة تتغير، في حاجة هنا محتاجة تتفرمط فيك من تاني، أو أنه ما فيكش روح الله. روح الله هو اللي يحكم في كل شيء، روح الله اللي يجيبني ويجيبك. عشان أما نحن فلنا فكر المسيح، كن موجود في داخلي وفي داخلك. هختم بالآية دي، كروس تانية 3:17-18: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك
قول ورايا الكلمة دي، حيث روح الرب هناك حرية. لا أنا هعدي على واحد واحد، أنت فاكرني إيه؟ قول ورايا، حيث روح الرب هناك حرية. مرة كمان، حيث روح الرب هناك حرية. منين ما الروح القدس أبو الزمل موجود لابد أن يكون فيها حرية. إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرار. الابن بيحرر والروح القدس بياخدني وياخدك، يفكني، يفكني من امبارح، يفكني من الماضي، يفكني من أسر الناس ومن خوف الناس، يفكني من الفشل، يفكني من الخبرات المرة، يفكني من كل اللي مسكوا اللي حطوا عليا شرير، ويجيبني مرة تاني ويردني ويجعل فيا حياة وحرية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بيه، فيش برقع تاني بوجه مكشوف، كما في مرآة نتغير إلى. أنا واقف قدام المرآة شايف مين؟ شايف نبيل؟ لا، شايف صورة تانية، صورة تانية. والروح القدس بيقول لي شايف ده اللي في الصورة؟ ده مش أنت، ده يسوع اللي أنا بشكله فيك، ده ابن الله الحي الحقيقي اللي أنا بغيره جوه. اللي بيعرف يغفر، اللي بيعرف يسامح، اللي بيعرف يحب، اللي بيعرف يحتمل، اللي بيعرف يعول، اللي بيعرف يشفي، اللي بيعرف يدي نفسه علشان أحبائه، اللي بيحب أعدائه، اللي بيبذل نفسه عن كثيرين، هي دي الصورة اللي أنا بغيرك وأحولك ليها. نتغير إلى تلك الصورة عينها. آخر تعبير أقوله لك، بكتب برنامج اسمه الصبح من العلي، فأنا بكتب أسبوعين أسبوعين أو ثلاثة ثلاثة، فكل شوية لازم أختار موضوع أكتب علينا، هكتب عليه بيشغلنا وربنا عايز يكلمنا فيه في دقيقة ونص. فكنت قاعد مع جماعة كده أجانب فضلة خيركم، فبيكلموا عن الريفايفل. ليه؟ حد عارف ريفايفل يعني إيه؟ نهضة. أوكي، الانتعاش. أوكي، نهضة، انتعاش. في حاجة جميلة وإحنا الأسيس سايق بينا النهاردة، يقول لك بعد 2 كيلو محطة انتعاش. قريت التعبير ده؟ محطة ايه؟ ريفريشينج. محطة انتعاش. فانا قلت انا عايز اكتب على النهضة. تأثرت باللي قالوه، كلام جميل وبتاع، مش عارف العهد القديم حصل فيه كم نهضة، والنهضة اللي حصلت سنة ايه، واللي حصل اللي حصل مش عارف ايه. وانا رايح صليت وجهزت وحبتلي أكتب، فأنا كنت هكتب النهضة التي نحتاج إليها. خلاص، فأبو الزمل جميل، أبو الزمل سمعته بيضحك. تضحك ليه يا عم؟ مش عاجبك اللي أنا بقوله؟ قال لي أنت عايز نهضة؟ قلت له مع كده جماعة كبارة هم اللي أنا كنت قاعد معاهم، يعني أحسن مني ألف مرة، وناس تقيلة يعني، وارين كتب وكاتبين كتب. قال لك النهضة؟ قال لي عارف يعني إيه نهضة؟ لا مش عارف. قال لي نهضة من نهضة، إنه كان غافل ونايم وصحي. نهضة أي قام على قدميه، كان نايم بس اللي بينهض حيجي له يوم ووقت وحيقعد أو ينام تاني. هو ده اللي انت عايزه؟ لا لا لا، أنا مش عايز نهضة، لا أنا مش عايز نهضة. رحت مغير العنوان، مش نهضة لكن تغيير، مش نهضة لكن تغيير، مش نهضة لكن تغيير. أنا مش محتاج مؤتمر محطة انتعاش، محطة انتعاش. وأنا بدور على الانتعاش ومحطة الانتعاش دي، لقيت آية في سفر الأعمال، كويس ان يكون مفتاح نمسكه النهارده، سفر الاعمال 3:19، يقول بطرس: فتوبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم، لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. توبوا وارجعوا لكي تمحى العائق اللي موقفكم، يتشال الفساد اللي موجود، هو يخلعه ويشيله، تمحى خطاياكم وتاتي أوقات الفرج من وجه الرب. فأنا عدت أدور على أوقات الفرج،
فبالإنجليزي time of refreshing، وقت انتعاش. وقت ايه؟ انتعاش. وقت انتعاش، لا مش وقت انتعاش، هو مش قصده على كده. يعني ايه وقت انتعاش كده؟ دور على الكلمة بمعنى تاني، دورت عليها بالعربي فكتبت فرج، كتبت كلمة فرج فما جاليش ولا معنى بالإنجليزي، فكتبت انفراجة. أول ما كتبت انفراجة طلعت من ناحية تانية breakthrough. breakthrough يعني اقتحام. فارس، تعرف فارس؟ أوكي. فارس أي المقتحم. في حد بيقتحم، في حد بيعمل حاجة. اللي أنا مستنيه في حياتي وحياتك النهاردة إنه يبتدي للأيام اللي جاية واللي ربنا يكمل بيها معاها، إنه الله يجي يقتحم حياتي وحياتك لو حسمح له في ده. ده أوقات الفرج اللي أنا مستنيها، ده وقت الفرج اللي أنا حاف النهاردة أقول له أنا عايز هذا النوع من الفرج يكون في حياتي يا رب، أنا عايز هذا النوع من التغيير يكون فيا. لما أرجع النهاردة عايز أسلم لك من تاني. كم واحد عنده استعداد يجي يتحط على الدولاب؟ هيك هيك على الدولاب؟ اوكي جميل. اللي حاطط نفسه على الدولاب ومصدق انه يكمل، ما تنطش من هناك، الله يخليك، خليك موجود على الدولاب عشان يكمل عمله. بس نفسي أقوله لك اليوم النهاردة، الأمر محتاج قرار. قرار أنا عايز أسلم نفسي ليك تاني أو أولاني. أنا بكتشف أن في كتير مسيحيين، هم مسيحيين لاختبار ما نقول ليهم من صلوات الناس ومن اللي حواليهم، لكن هم جواهم مش عايشينه، مش مختبرينه، مش واقعي جواهم، مش حقيقي جواهم. وانا بصلي النهارده، الله مش بيدور على اشباه مؤمنين، الله بيدور على بنين وبنات، بنين وبنات واثق فيه للنهايه، واثق فيه لغايه الاخر، واثق فيك، انا واثق فيك، انا حاطط ثقتي فيك رغم ان انت مش واثق في نفسك ولا واثق فيا، انا واثق فيك، انا لسه مصدق فيك، عشان كده انا جبتك وصنعتك. انا حاسس بألمك، انا حاسس بوجعك، انا حاسس باضطرابك، حاسس بكل اللي عندك، بس عايز اقول لك مش هينفع تدير حياتك لوحدك. ارجوك ميل على حد جنبك قول له بس مش هينفع، قول له كده مش هينفع، هو هيفهمها لوحده، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، صدقني مش هينفع، وهي جربت مش هينفع، ولسه مصرين، لسه مصرين اني ادير حياتي بطريقتي واديرها بدماغي واديرها بربنا واستخدمه ليا علشان يعمل لي برضو اللي انا عايزه. ما كويس برضو الراجل يعني وليه قدره واستطاعه، تعال شتى بتحبني، تعال اعمل لي وتعال سوي لي وتعال. ما ينفعش، ما ينفع، وانا جاي ليك، انا جاي اقولها لك، اعملها كما يحسن في عينيك. هنرنم ترنيمة بعد شوية. أيها الفخاري الأعظم، أنك الخزفي بين يديك، عد واصنعني مثل ما يحسن. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. في ناس بيكتبوها، معرفش مكتوبة عندكم إيه، لن أتوجع لن أتراجع، إن أتوجع وهذا احتمال قائم وحيحصل، لن أتراجع، لن أتراجع، لنا ترى. عارف الحلو اللي انا اتراجع فيه؟ لما يكون جنبك الروح القدس وانت بتتألم وموجوع و كمل كمل كمل. كنت اتفرج على اولادنا هما بيلعبوا زمان ولا بيجروا ولا الحاجه، ونقف نصرخ بقى كاباء. ولا فاكر انا ومنال كانت بنتنا بتلعب سوفت بول وبتاع، وقفنا احنا الاثنين ومعنا كم واحده صاحبتها من المدرسه، يو كان دو ات، يو كان دو ات.
ات وايه صوتك راح ودنيا يو كان دو ات يو كان دو ات. وهي حاسه بانه في ناس حواليها في وسطها هي قلبها هيقف خلاص. بتكمل اخر خمس امتار في اخر خمس امتار بسبب ان في ناس بتقول يو كان دو ات يو كان دو ات يو كان دو ات. كملت لغايه الاخر يو كان دو ات. احنا عندنا سحابه من الشهود واقفه بتقول ايه يو كان دو ات يو كان دو ات يو كان دو ات يو كان دو ات يو كان يو كان يس يو كان. بنفسي مش حاضر، بيك حاقدر وبحستطيع يا رب، بيك حاقدر وحستطيع يا رب. انا جايبك النهارده بس في حاجه واحده من الساعه ونص اللي انا حكيت لك فيهم دول. الله لسه بيخلق من جديد، الله لسه بيخلق من جديد، الله لسه بيخلق من جديد. لما ينزع الفساد حتى نظرتي بتختلف، حتى روحي وقلبي بيختلفوا. روح اليأس، روح الفشل، روح الانتقام، روح الحقد، روح المرض، روح الكآبة بيترفع من عليا وإشراقة حياة بتيجي من تاني. وفي وسط الليل عندي أمل جديد إن النهار هيطلع من تاني مرة تانية، هيطلع من تاني، النهار هيطلع من تاني. واحد اتنين، النهار هيطلع من تاني. تلاتة أربعة خمسة، النهار هيطلع من تاني، النهار هيطلع من تاني، النهار هيطلع من تاني. عارف أجمل ما في إلهنا إيه وفي التقويم العبري اللي أنتوا عايشين فيه إيه؟ إن اليوم مش بيبتدي بالنهار، إن اليوم بيبتدي بالليل. هلو؟ وكان مساء وكان صباح يوم. طب ما ينفعش تبتدي بالصباح يا عمو. لا مش هينفع، هنبتدي بالمساء. في المساء يبيت البكاء وفي الصباح. حد يقول لي هاليلويا. لا هاليلويا بصوت عالي كده ومن قلبك الله يخليها. في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم ترنم ترنم. وفي وسط الليل عايزك بس ما تنساش ان الاله اللي انت بتعبده ده جميل، وهو بينقط شويه ميه كده مؤتي الاغاني في الليل. ده لك بالليل اغنيه، هدي لك اغنيه تقول لك حاجه واحده بس، ان لسه في امل، لسه في امل، لسه في امل، لسه في. ممكن نصلي صلوايه مع بعض من كلمه الله. رمية اصحاح 15 وعدد 13. هللويا. شكرك يا رب. يس لورد. يس. ينفع تقف معايا؟ انا هقراها مره، المره اللي بعديها هنقولها لنفسنا وليملأنا، المره اللي بعديها هتلف لحد جنبك وتقول وليملأك. وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام. خد بالك من الكلمات، ليملأكم إله الرجاء. رجاء ده بتاعه هو، هو نفس الرجاء. ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. ارفع ايدك معايا واحنا بنقولها، وليملأنا إله. بص على حد جنبك، هتحط عليه ايدك هتكلمه، لكن قولها معاه، قول له ليملأك إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تعال معايا وانت رافع قلبك من فضلك. تعال 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 تعال. يا روح الله أعبر إلينا وأعنا في هذه الساعة يا رب، أعبر إلينا وأعنا يا رب. أنا بصلي في اسمك يترفع البرقع من على كل عين يا سيد رب، من على كل قلب متغطي عميان
فشلان، حزين، خايب، واقع، مهموم، ضايع. على كل قلب لسه بيحاول يصلح الحياة بإيده، على كل نفسه وعلى كل واحد حاسس إن لسه أنا اللي هتحكم في حياتي وهعمل فيها اللي أنا عايزه، على كل واحد وواحدة فينا لسه بيستخدمك عشان تحقق له اللي هو واللي هي عايزاه. أنا بسألك النهاردة يا رب، أشكرك لأجل رأفة قلبك، أشكرك لأجل رحمتك، أشكرك إنك بتسمع أوقات وبتستجيب كتير، لكن في وقت أنت جدي جدا عايز تلعب معانا اللعبة بطريقة مختلفة يا رب. عايزنا نتمتع ونعيش في اللي أنت عايزنا نعيش فيه يا سيد. وأنا جاي لك النهاردة مع أخوات يا رب، أنا بسأل عن نفسي يا رب، ولنفسي ولكل واحد فينا. ارفع قلبك للرب وقوله غيرني من فضلك، غيرني. فيش تغيير أشد ولا أروع من يعني إيه توبة. توبة أنك بتغير طريقة تفكيرك، بتغير ذهنك. الاسطوانة اللي شغالة في مخك محتاجة تقف ويحط لك اسطوانة جديدة، ترجع تهدى وتطمن أن ينفع يقود حياتك، ينفع يقود حياتك. في ناس مننا معدية في ألم، معدية في حزن، ويمكن الحزن والألم دول أدواته اللي بيستخدمهم عشان يلفت انتباهي وانتباهك، عشان يقولك مش هينفع تديرها لوحدك، مش هينفع تسيطر عليها بنفسك، ولا تسيطر على الناس، ولا تسيطر على ظروفك، لأن في قوة أكبر منك بكتير. كل اللي أنت محتاجه النهاردة وأن أنا محتاجه، أنا جاي بخضع عليك. لو من قلبك مصدق أقول له أنا جاي بختار أخضع عليك يا رب، أنا جاي أحط نفسي بين إيديك من تاني يا سيد. كمؤمنين فاكرين نفسنا على الدولاب يا رب، لكن كتير مننا بعيد عن تشكيلك، بعيد عن عمل طاعتك. أنا بصلي النهاردة ليا ولكل واحد واحدة موجودين هنا يا رب، اديني نعمة أبقى على الدولاب يا رب، اديني نعمة أصدق أني في إيدين أمينة وأنت بتدير حياتي، وأنت بتنزع منها الفاسد، وأنت بترجع تشكلها من جديد، وأنت بتحط جوه قلبي ثقة أنك بترجع وتخلق من تاني يا رب. أنا مصدق فيك يا رب، أنا مصدق فيك. في كتير مننا هنا فشلانين، في كتير مننا هنا عندهم فايلات، فايلات الضلمة مغطياها، لكن الأمور دي كسراهم، حسساهم أنهم بعاد قوي أنهم يكونوا قريبين منه، قريبين من قلبه وعايشين في رضاه. أنا بقول لك النهاردة أرفض الكذب، أرفض الكذب. تعال زي ما أنت النهاردة، قول له أنا جاي أحط نفسي بين إيديك يا رب. لو أنت بتخلق من جديد، عود واصنعني وعاء آخر يا رب، ليحصن في عينيك يا سيد، ليحصن في عينيك يا رب. ارجع وشكلني من تاني يا رب. مهما كان عمرك، مهما كانت السنين، مهما كان اللي فضلك مش عارف قديه، لكن هو يعرف يفتدي، يعرف يفتدي، يعرف يفتدي العمر اللي فات، يعرف يفتدي العمر اللي جاي، يعرف تديلك تتملي بالسلام والسرور في الإيمان، تزداد في الرجاء بقوة الروح القدس. ادعو روح الله القدوس، قل له تعالى يا روح الله، ارفع قلبك قل له تعالى يا روح الله، تعالى، تعالى امسك بإيدي، تعالى هسمح لك تشكلني، هسمح لك تنزع الحتت اللي جوايا اللي انت شايف انها ما يصحش وما ينفعش تكون، واللي أنا مصر عليها، واللي أنا مش عايز أغيرها، واللي أنا تعبت في تغييرها. أنا جاي بسمح لك النهاردة، لو أنت عايز افعل ما يحسن في عينيك، اعمل اللي يرضيك فيه يا رب، اعمل اللي يرضيك في قلبي وفي حياتي. أنا جاي بحط لك نفسي يا رب، جاي بحط لك نفسي. أنت قلت في كل مرة هنيجي قدامك، في كل مرة بن غير أذهاننا وتفكيرنا،
في كل مرة بنتوب عشان عايزين حاجة جديدة منك، أنت قلت إن أوقات الفرج هتيجي من عندك يا رب. أنت قلت إن في تغيير وفي اختراقات هتعملها في حياتنا. إحنا مصدقين في وعدك يا رب، مصدقين في كلمتك، مصدقين في أمانتك. امسك بينا من تاني يا رب، امسك بينا من تاني يا سيد. حد يرفع صوته معايا يقول للرب تعال انقذنا يا سيد يا رب، تعال انقذنا يا رب، تعال انقذنا من العالم الحاضر الشرير يا سيد يا رب، تعال انقذنا من صورة التقوى اللي ملهاش معنى وملهاش قوة يا رب. تعال من فضلك يا رب، تعال تعال النهاردة فكنا، فكنا ان احنا نلعب مؤمنين ونلعب كنايس ونلعب ناس تعرفك، حياتنا من جوه فسدانة وخربانة والسوس ما عصشش فيها والألم والمرض والوجع والخلاف. تعال انقذنا في هذه الساعة يا رب، تعال اعمل فينا حاجة جديدة، تعال تعال تعال. كلمتك بتقول يا رب تاخد روحها منها فتعود، لكن انت ترجع من تاني ترسك روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض يا رب. احنا بنسألك النهاردة تعال يا روح الله، تعال يا روح. ارفع ايدك معايا وقول له تعال يا روح الله، تعالى تعالى انا محتاجالك، محتاجالك جدا، عايزاك جدا يا رب، عايزاك جدا. انا عايزاك لنفسي قبل اي حد تاني يا رب، انا عايزك لنفسي انا يا رب، لنفسي انا يا سيد يا رب. انت تيجي تنقذني، انت تيجي تبدلني، انت تيجي تغيرني. انت عارف تعبي، انت عارف انيني، انت عارف جراحي، انت عارف مشاكلي، انت عارف الحجر والعصره اللي موقفاني واللي معطلاني ومش مدياني عارفه اكمل لقدام. لكن انا جاي لك زي ما انا النهارده يا رب، وبقول لك اعمل عملك فيا يا رب، اعمل عملك فيا، انقذ ما تبقى فيا يا رب. لو كان باقي فيا حاجة يا رب، لو كان باقي فيا حاجة. أنا بشكرك لأنك ما خدتش الطين من على الدولاب رميته، لكن خدت الطين ورجعت وصنعته من جديد يا رب. عندي أمل النهاردة يا رب، عندي أمل أنك تاخد الحاجات الفسدانة والتعبانة والمكسرة ينفع تبتدي فيها من تاني يا رب، ينفع تبتدي فيها من جديد. وأنا جاي أخضع نفسي تحت يديك يا رب. هللويا، أنا مصدق فيك يا رب، أنا مصدق فيك، أنا مصدق فيك. ينفع بينك وبين نفسك صوت أنت سمعه، كلم روح الله وقول له تعالى لحياتي يا رب، تعالى تعالى تعالى، أنا عايزك، تعالى أنا طلبك، تعال امشي معايا المشوار، تعال فهمني، تعال تعال عرفني يعني ايه يسوع رب، يعني هو سيد، يعني ليه اب ليه كل السلطان. تعال علمني عن نفسي، انا فشلان، عن نفسي انا مش قادر، حاسس اني جبت اخري وعديت اخري بقى لي زمن. لو ينفع تاخد عظم يابس تعمل منه حاجة، أنا قدامك يا رب. لو ينفع تاخد بواقي مؤمن، بواقي مؤمنة، بواقي خادم كسر وتعبان، أنا باجي بحط نفسي بين إيديك يا رب، أنا باجي بحط بيتي بين إيديك يا رب، جاي بحط اللي فات من عمري بين إيديك، جاي بحط الجبل اللي موجود قدامي بين إيديك، جاي بحط المستقبل واللي جاي واللي مخوفني واللي قلقني بين ايديك يا رب، بين ايديك. انت ينفع تحررني، انت ينفع تشكلني، انت ينفع تنقذني، انت ينفع تبدلني من تاني يا رب. انا عايزك يا رب، واصنعني مثل ما يحسن في عينيك أيها الفخر، الفخر الأعظم.
تكمل شغلها في حياتي. أصابعك تشكل فيا، إن أتوشع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. وصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك. في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي تجاهل أنا إليك. نادي علي أيها بين يديك، ارجع تصنعني وأنا آخر مثل ما يحسن في عينيك. وانت واقف بين يديه، لو انت صادق في كلامك قول للرب أنا هقبل اللي أنت تقولي عليه، بس كلمني من فضلك، كلمني. على فكرة بقالي زمن ما سمعت صوتك، كلمني كلمني، أنا محتاج أسمعك من تاني يا رب. كلم أعماقي، نادي علي يا رب، نادي علي، نادي علي. تناديت على واحد ميت قام من بين الأموات، يا نادي علي باسم الليلة يا رب. ينفع ترفع ايدك، ترفع صوتك وتقول له نادي علي يا رب، نادي علي باسمي من تاني يا رب، نادي علي وحييني، نادي علي من قبري، نادي علي من فشلي، نادي علي من إدماني، نادي علي من يأسي، نادي علي من الحتة اللي أنا واقع فيها، نادي علي يا رب، نادي علي وامسك بيدي من تاني يا سيد رب. نادي يا رب علي، أنا بين يديك النهاردة يا رب، أنا بين يديك النهاردة يا رب، ارجع وشكلني من تاني يا رب. مش عايز أقع من رحمتك، مش عايز أفلت من إيدك المرة دي يا رب، أنا مش عايز أفلت من إيدك. أنا جاي أشكرك النهاردة أنك عمرك عمرك ما هتديني حملة أكتر من حمولتي، لكن دايما بتدي مع الحمولة المنفذ، لأنك عارف قدرتي يا رب. أشكرك أنك مش عايز تموتني وعايز تكسرني، انت عايز تيجي تحييني يا رب. انا اختار النهارده، انا اختار النهارده ان افتح لك قلبي، انا اختار النهارده ان اقول لك اعمل، اعمل جوايا اللي ما اتعملش بقاله سنين يا رب، اعمله انت بايديك يا رب، اصنعه برأفتك وبرحمتك. انت عارف قد ايه انا محتاجك، انت عارف قد ايه انا جعان، قد ايه انا عطشان، انت عارف حروبي وافكاري،
انت عارف اللي فيا كويس قوي، في شيء مستخبي عليك وعندك. انا بصلي النهارده يا رب اختبرني يا الله واعرف قلبي، قولها معايا واحنا بنصلي، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري يا رب، انظر انظر واكيد هتلاقي ان كان فيا طريق باطل، اهدني طريق ابدي يا رب، اهدني طريق ابدي، اهدني يا رب، اهدني يا رب. نطالب وجهك من تاني يا رب، طالب وجهك ومجدك اشوفه في حياتي يا رب، اسطع عليا من تاني يا رب، اسطع عليا من تاني. كل واحد في هذا المكان من فضلك اقف على رجليك واحنا بنختم مع بعض، اسمح لي في ده من فضلك، لو تقدر لو مش قادر تعبان خليك في مكانك، انا مقدر ده. ياس لو نافع تجيب ايديك قدامك تفتحهم، صلي ولو عايز تصلي ورايا ليك مطلق الحرية. يا رب أنا جاي لك الليلة، زمان الناس اتعودوا يجيبوا لك هدايا، أنا ما عنديش حاجة النهاردة غير اني فاتح ايديا قدامك، حياتي ما تلخصهاش كلمه اقولها لك في صلوايا، ولا يكفيني ساعه ولا اتنين اقول لك على اللي داير جوايا، لكن انا جاي قدامك بوعي بإرادة، أنا جاي بحط حياتي عند رجليك يا رب. سامحني لأني حاولت أشيلها لوحدي، سامحني لأني رميت اللوم على كتير حواليا إنهم يشيلوا معايا ما شالوش، وحتى اللي شال منهم مقدرش يحل لي حاجة. سامحني النهاردة إن عايز أديرها بدماغي، حتى لو كنت يائس وفشلان أنا راجع لك من تاني يا رب. لو أنت بجد وحقيقي إله الرجاء واللي بترجع تخلق من جديد، أنا جاي بحط نفسي عندك يا رب، ارجع واصنعني من تاني، ابتدي فيا أنا يا رب قبل ما تبتدي في ظروفي، قبل ما تبتدي في أقرب الناس ليا، أنا اللي محتاج يا رب، وأنا اللي مسؤول قدامك إن أجيب حياتي أنا، أنا جاي أحطها عند رجليك، هي بتاعتك وانت اديتهاني، وانا جاي بردها لك مره تاني، انا جاي تايب عن طرقي، عن طريق تفكيري، عن كلامي، عن بعدي، عن تمردي، عن عصياني، عن فشلي منك، على يأسي منك، على جرحي وخيبة أملي، أنا جاي بقول لك سامحني من تاني يا رب، خد بإيدي من جديد يا رب، وأنت بتقبل حياتي يا رب، أنا بفرغ حياتي عندك يا سيد، وأنا رافع إيدي قدامك بقول لك الليلة اديني اللي عندك يا رب، اديني اللي عندك يا رب،
اديني اللي على قلبك اللي انا ما اعرفش هو ايه، لكن انا عارف انه احسن حاجه ليا لانه يحسن في عينيك. ازرع جوايا روح طاعه لاني مش قادر لوحدي يا رب. اديني قدره من عندك يا رب. كلمتك بتقول انك انت اللي بتعمل فينا ان نريد وان نعمل من اجل المسر. انا عايز اسر قلبك يا رب، عايز افرحك في اللي باقي من عمري. تعال اديني القدره يا رب، تعال اعمل حاجه جديده في الكام يوم اللي قاعدينهم هنا يا سيد. انقلني وغيرني واديني استيعاب لكل كلمه عايز تكلمني بيها في اسم الرب يسوع، امين. سلم على حد جنبك وقول له لسه بيخلق من جديد.